بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيام. أما بعد، أحبتي في الله، أتكلم وإياكم عن ليلة لا بد منها، ليلة بكى منها العلماء وشكى منها الحكماء ورثى فيها الشعراء وصنفت فيها المصنفات، وهي أول ليلة في القبر. هذه الليلة التي قال عنها الحسن رحمه الله، قال: ليلتان لم تسمع الخلائق مثلهما، ليلة يبيتها مع أهل القبور وليلة صبيحتها يوم القيامة. فكيف يكون حالي وحالك يا عبد الله وأنت يا أمة الله لما نكون في هذه الليلة؟ في يوم الأيام بكى عمر بن عبد العزيز واشتكى إلى أحد أصحابه، قال: لم أنم البارحة أرقا أي سهران. قال: لما رحمك الله؟ قال: تفكرت في القبر وساكنيه، ثم بكى بكاء طويلا وقال: كيف ولو رأيتني في القبر بعد 3 ليال. الله أكبر. كيف يكون حالي وحالك يا عبد الله وأنت يا أمة الله لما نكون في هذه الليلة؟ وجاء في الحديث قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت 3: أهله وماله وعمله. يرجع الأهل ويرجع المال، ولا يبقى معك يا عبد الله وأنت يا أمة الله إلا العمل. كم في هذه القبور من أناس كانوا معنا وعاشوا معنا، ولكن هم الآن في ظلمات القبور وفي ظلمة القبور. في هذا المكان الغني والفقير، الكبير والصغير والعزيز والحقير، كلهم في هذه القبور. فيا عبد الله وأنت يا أمة الله علينا أن نتفكر في هذه الليلة. ولما نكون وإياكم في هذه الليلة، والله الذي لا إله إلا هو، سوف نسأل عن كل كبيرة وصغيرة. اسمع وتأمل وتأملي ماذا يقول الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نعم يا عبد الله وأنت يا أمة الله في هذه الليلة سوف تسأل عن كل صلاة نمت عنها. في هذه الليلة سوف تسأل عن الشاشات والقنوات والمسلسلات والأغاني والمنكرات، وأنت يا أمة الله سوف تسألين في هذه الليلة عن لباسك، سوف تسألين في هذه الليلة عن علاقاتك المحرمة. فعلينا أن نحاسب أنفسنا. في يوم الأيام أتى زين العابدين إلى المقبرة، ثم تأمل في أحوال أهل القبور. تأملوا أحبتي في الله في حال هؤلاء كانوا معنا، هؤلاء كان عندهم أشغال، اللي عنده بيته ما كمل بناءه، اللي اليوم زواجه، اللي توه جاه مولود، اللي توه توظف، ولكن أدركهم الموت وهم الآن في ظلمة القبور. فلما أتى زين العابدين وتأمل في أحوال أهل القبور أنشد تلك الأبيات. ماذا قال؟ اسمع وتأمل وتأملي ماذا قال زين العابدين في هذه الأبيات. قال: تقاسم الأهل مالي بعد من صرفوا، وصار وزري على ظهري فأثقلني، واستبدلت زوجتي بعنا لها بدلي، وحكمته في الأموال والسكن، وصيرت ابني عبدا ليخدمه، وصار مالي حلا لهم بلا ثمن. فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا ليجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن. نعم أحبتي في الله،
تقاسم الأهل مالي بعد ما صرفوا. كم من شخص وكم من فتاة الآن في ظلمة القبور يتمنون أن يقول لا إله إلا الله، يتمنون تسبيحة، يتمنون ركعة، يتمنون صيام النهار قيام الليل، ولكن صدق ربي لما قال وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فلذلك أنا وأنت وأنت يا أمة الله لابد أن نتفكر في هذه الليلة. اسمع وأختم ماذا يقول أهل السلف. قال إنما العقلاء ثلاثة. العاقل الأول من ترك الدنيا قبل أن تتركه. هذه الدنيا قد تركت أناس أغنياء وزراء أمراء ملوك وأبناء الملوك. قال من ترك الدنيا قبل أن تتركه. والعاقل الثاني من بنى قبره قبل أن يسكنه. فعليك يا عبد الله وأنت يا أمة الله أن نبني هذه القبور بالأعمال الصالحة. والعاقل الثالث من أرضى خالقه قبل أن يلقاه. تذكر تذكر يا أمة الله أن القبر على حالين كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. فاختر لنفسك من هذه الليلة واعلم أن نهايتي ونهايتك أنت وأنت يا أمة الله هي هذه الحفرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى